كنتمنى تكونوا كلكم بخير، وشكرا بزاف على التعاليق الزوينه ديالكم. وكنتمنى اللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك وفعلوا زر الجرس باش توصلوا كل جديد. اليوم عندنا قصه زوينه وكنتمنى تعجبكم. يلا نبداو. على بركه الله. الدنيا 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 دواره بنتي، انا عمري بغيت نكون هكا ولا نخليكي تعيشي هاد العيشه بين الناس. ولكن غلطه درتها ودفعت الثمن ديالها وانتي معايا، واخا غيكونوا دموعك كيسيلوا دابا وانتي كتقراي الرساله ديالي من بعد هاد سنين كامله. ما تنسيش الله موجود، ولجئي ليه فوق ما حسيتي بالضعف. انتي بريئه وما عندك حتى ذنب في اللي وقع. بالفعل ماما ما كدباتش، دموعي كيسيلوا، انا راسي ما عارفاش علاش، واش على ام عمري ما عرفتها حيت ماتت وانا يالله رضيعه، انتحرت كيف ما عرفتو. انا غلطه ارتكبتها في شبابها مع شي راجل وسمح فيها وخلاتني كنتلاوح في هاد الدنيا مع مرات خالي وبنتها، وهما سبب من اسباب بكايا قهروني بزاف. الناس المنطقه اللي عايشين فيها متحفظين بزاف بحكم عايشين في فيلاج صغير، وما نحتاجش نعاود لكم كيفاش كينظر المجتمع للقيط او لا ولد الحرام كيف ما كنسميوه. كنعقل عليهم في طفولتي وكيوصيو ولادهم ما يقربوش مني، وحتى من المعلمه كانت كتجلسني اللور بوحدي. اما مرات خالي بحكم خالي كان عسكري وما كانش كيكون معانا، دوزات عليا العذاب، كتصدرني المدرسه وتلقاني بالشقه من صغري وانا متحمله المسؤوليه، ومع ذلك قاومت وقريت وخديت الباك. ولكن ما سعفنيش الحظ نكمل، حيت مرات خالي قال لك ما عندهاش البنات اللي قيلوا يخيطوا، وإلى عندي الفساد في الدم ما نعاديش بيه بنات الدوار. كتضحكني، على شكون الفاسدة الكبيرة قد بنتها اللي كتقيل الذواق والدور في الفيلاج كتقلب على شي عريس. سمحولي على هاد الدخلة، نعرفكم براسي، أنا اللقيطة، البنت اللي جيت ماشي من فراش الزوجية، إنما من غلطة شابة في مقتبل العمر تغرمات بشاب وسلمت راسها. هو ضحك عليها وهرب، وهي تسنات وولدتني وانتحرات حيت ما قدرتش تحمل العار. سميتي؟ كتضحكني على راسي، فاش كنقول سميتي اصلا حتى واحد ما كيعيط ليا بها من غير اللقب ديالي اللي اكيد عرفتو، وحيت مسجله في الحاله المدنيه دخالي كيطلقوا عليا سميه زهره، عايشة مع مرات خالي وبنتها حنان اللي ما كيخليوش من حقهم في أديتي. انا خدامتهم حاليا، لحقاش ما بقيتش كنقرا، صافي خديت الباك وما عندناش جامعه في الدوار وجلست في الدار. هادشي اللي مازال كياكل في مرات خالي انني نجحت في القرايه واخا ظروفي صعبه، عكس بنتها اللي خرجت من الليسي بالطرد كترت مسقطات. نوصف لكم راسي، انا تيتيزة لولا اصلي الوضيع. كنضحك على راسي، شكون كيشوف جمالي وهما باغين غا شهوتهم مني؟ بيضة بحال الحليب وقصيرة شوية، شعري كحل وطويل، وعيني كبار وعسليين، وعندي غمازات ولكن ما عندي ظهر. الزين واخده من ماما حيت كنشبه ليها بزاف، على حساب كيف ما كتقول لي مرقية، المرا الوحيده اللي شفت منها الحنان طول عمري، ارمله وفقيره جارتنا ما عندهاش الدراري ومربيه عليا الكبده، هي الوحيده اللي ما عمرها تعاملت معايا اولا شافت فيا شوفه دونيا بحال الاخرين. ما علينا، هادي مرات خالي السعديه كتعيط حقاش انا في السطح طلعت نشر الحوايج ونسيت راسي حيت كنقرا في براوات ماما.
هوت بتتاقل عندها. قالت السعدية: أديك الخنزة، واش حال فحت توسخي ليا وجهي قدام الناس؟ ما كفاتكش الشوهة اللي معيشاني فيها، حيت مدخلك داري وأنا عندي بنية كيف القمرة، الله يحجبها. قاطعها صوت مورانا، كانت حنان، شعرها ضارب فيه الضو حيت كانت ناعسة عاد فاقت. قالت: صباح الخير أمي. قالت السعدية: سعدي وفرحي ببنيتي. حنان كتشوف فيا وهي تقول: انتي واش غتبقاي كتفرجي؟ نوضي حطي ليا الفطور. وهي تقول السعدية: عندها الحق، حطي الفطور وجمعي الدار وسيقيها ونصبي الغدا، انا راه جامعه حوايج الحمام غنمشي انا وبنتي. قالت ليها حنان: لا امي، لا ما كيعجبنيش. وهي تقول لمها: سكتي، شوفي كيف وليتي، خاصك شي تحميمه فاعلة تاركة. وخليتهم ومشيت للكوزينة قبل منطقية. السعدية فاش كتضياق بها الدنيا كتولي تعاير فيا وفي بنتها، حيت بقات لها بلا زواج بالسيف، شكون غيبغي يتزوج وحدة كي دراكولا؟ دابا تلقاها سمعات شي مرا باغا تزوج ولدها غادا للحمام ومشات تلصق فيهم بنتها. زفرت الهواء وحطيت الطبلة لدراكولا، بغيت نقول حنان ورجعت نخمل الدار. هدرة السعدية ولا الناس ما بقاتش كتأثر فيا، ولات عندي زايدة ناقصة، أصلا ما كتهمنيش نظرة الناس ليا. وكملت شغالي ونصبت الغدا للجيعانة مرات خالي وبنتها، وخرجت أنا لعند مرقية، هي الإنسانة الوحيدة اللي كتفهمني وكتبغيني. وبقيت كندوق في الباب ووالو ما كيناش، يمكن خرجات. داكشي علاش قررت نمشي نتمشى في الجنان شوية ونسرح رجليا ونشم الهواء. غادة وسارحة وشاردة، كنفكر في بزاف دالحوايج وأهمها حياتي المرونة. دابا عندي 19 عام، كيفاش غدا نعيش الأعوام الجاية؟ كل شي مقلوب يا ربي. بقيت هوادة في الجنان وما رديتش البال باللي راني وصلت للطريق الرئيسية، حتى وقفات عليا واحد الطوموبيل ما ضرباتنيش، ولكن أنا بقوة الخلعة طحت وجيت جالسة. مازال كنت رعد، ويلي فرمشة عين كنت غدا نفقد حياتي. وبالفعل الحياة خداعة، مازال كنسترد أنفاسي ولمحت رجلين جايين لجهتي. عليت عيني بالتدريج في ملاهم حتى وصلت لوجهه وانا نتصدم. الصراحة اللي عاش طول عمره في الكبت مع الخيام بعد الدوار غايت سطافش يشوف الزين هاد الشخص. منعود ليكمش الزين هاد الشخص عجيب، طولة والجريدة والعضلات مطرقين، اما الشعر قهوي وغامق ومعليه بجهل، داير لحية خفيفة متراسية والعينين كحلين بحال الزيتونة. مازال كنت أمل فيه حتى فيقني بصوته الرجولي والحنين في نفس الوقت. قال وهو مد لي يده: أنيسة واش انتي بخير؟ أنا بقيت غا كنحملق فيه، عاد استوعبت ومديت له يدي ووقفني وقال: واش بخير؟ تحتاجي تمشي للطبيب؟ أنا ودنيا مازال كيصفرو، وديك الكليمة دأنيسة كتردد، عاد فقت من القلبة. قلت له: اسمح لي، كتضرني رجلي. لا لا بغيت نقول ما كتضرنيش. ابتسم وقال: واش ولا لا؟ حشمت قلت له: ما كتضرنيش. وعاود ابتسم ومد ايدو باش يصافحني وقال: انا انس وانتي؟ بدلت المصافحة وقلت: أنا زهرة متشرفي. قال: أنا أكتر، يلا تبغي نوصلك، فين كتسكني انتي؟ نقصت وقلت له: لا شكرا
كنسكن غا قريبة. قال لي المهم فرصة سعيدة وعلى سلامتك. قلت له الله يسلمك. تراجعت من الطريق وخليت أنس ركب في طوموبيلته وابتسم، وحتى أنا بادلته الابتسامة. هو ساق وتحرك وبقيت متبعاه بعيني والابتسامة على وجهي حتى غاب وما بقاش كيبان. عاد عقت وتفكرت الدار وبديت طالعة بالجرة. وصلت للدار كان الهتس. دخلت الكوزينة وخديت كاس الماء نشربه وإيدي كيترعدوا. واش ممثل هار من هوليود هذاك؟ ما فيهاش. واسترجعت شريط الذكريات القصير اللي جمعني به ولمست إيدي البلاصة في قاسها. واو إيش هاد الشعور؟ بديت كنبتسم لا إراديا حتى حسيت بشي حاجة تخبطات على الطاولة وقالت لا وتبارك الله جالسة لي يوم جمع لي مع راسك. قلت لها نعم خالتي. قالت أشوفي هذيك المسخة والله ما تقدي معايا يا تنرمي بوك للزنقة وهاودني. قلت ليها لا صافي يا خالتي. قالت لي السعدية عمري شي براد وجيبيه لنا للصالون ومن بعد حطي الغدا. قلت لها واخا. مشيت السعدية وأنا زفرت الحمد لله ما عاقتش. درت داكشي وحطيت لها حنجر هي وبنتها وكليت حتى أنا من بعد ما جمعت الروينة ومن بعد ما تأكدت بلي نعسو. هما مقابلين غير ماكلة والقلاس. خرجت لعند أمي رقية. هاد المرة ما تعطلاتش دغيا حلات ليا. دخلت ومن بعد ما سلمت عليها وتجمعت أنا وياها على واحد البراد اللي ما كيخطاهاش كنت حتو. قلت لها أمي جيت عندك قبيلة وفين كنتي؟ قالت لي أمي رقية كنت كنخمل بنتي دار السي المرنيسي من نهار مات ما بقاو داروا بيها وهاد نهار جا ولدو واش مول الفيلا اللي في الجنان الفوق. قالت أمي رقية آه بنتي. قلت لها وكنتي تقوليها لي يا أمي ما تمشيش بوحدك الفيل ما تمشيش بوحدك الفيلا كبيرة وصعيب عليك تخمليها بوحدك. قالت إلا بغيتي تمشي معايا راه داير شي عرضة غدا. قلت لها آه ضروري نمشي نعاونك ولكن خالتي. حطت أمي رقية إيدها على راسي وقالت أنا نهضر مع السعدية. كملت جموعي مع أمي رقية ومشيت للدار قبل ما يفيقوا. وجدت الكاسكروت وحطيته وسمعت أمي رقية جات ودخلتها السعدية. هزيت الصينية وغادة عندهم. دخلت وجلست معاهم وهي تقول السعدية أشنو نقول لك رقية أنتي عزيزة أما أنا ما نخليكش دي البنية معاك وباش تعرفي معزتك غدا نخليك دي حتى حنان. أنا تصدمت شفت في أمي رقية وفي حنان اللي حتى هي مصدومة. قالت حنان ولكن ماما. نغزاتها السعدية وقالت ياك حنان وهي تقول حنان آه آه نمشي. قالت ليهم أمي رقية صافي غادي ندوس من ورا البنات غدا. كملت أمي رقية الجلسة ومشات وأنا كملت شغالي. وقبل ما ننعس سمعت حنان كتنين في بيتها معمها. إلا أماما ما نمشيش ما بغيتش تمارة تما. قالت لها أمها سكتي قالك ما ربما ولد المرنيسي تعجبيه ويتزوجك وتفكينا من هاد الغبينة اللي عايشين فيها. جاوبتها حنان زعما زعما. قالت لها أمها ومالها بنتي بحال الوردة. خليتهم وانسحبت وأنا مشمئزة كيفاش السعدية كتعتبر راسها أم وهي كتعامل حنان بحال السلعة خاصها غال فرصة باش تعرضها للبيع. أوف وتجبت في بلاستي وغمت عيني ونعست. فقت بكري كيف ما العادة ودرت روتيناتي وجلست ووجدت الفطور وكليت على ما فاقت السعدية وبنتها اللي مجلخة بحال التعريجة.
جاب لي الضحكة. مداش بزاف الوقت وهي تجي مرقية. غاشفت حنان وريكلامات، قالت الله بنتي مالكي على هاد الزويقة، راه غادي نغال الكوزينة ماشي العرس. جاوبتها السعدية ولا وها رقية، خلي البنت تفرح براسها، راه وقتها هذا. وزيدون شوفي كيف جات علم زيناتها. قالت لها مرقية وانتي تعرفي، يلا مشينا. ونطنا مع مرقية ومشينا للفيلا اللي كانت كبيرة بزاف، احسن عوانها البارح خملاتها بوحديتها. وعرفنا منها باللي ولد سلمرنيسي مازال ناعس. الصراحة ما عمرني تحت ليا فرصة نتعرف على السلمرنيسي قبل ما يموت، ولكن كان عرف باللي كان إنسان طيب، ونهار موته خلى حزن كبير في قلوب الناس للفيلاج. وبدينا شغالنا، أو لنقول أنا اللي بديت، أما حنان الدور الدور وتقول لك عييت. بقينا خدامين حتى الليل، وهي تبان لي مرقية صفرة وشادها السخفة. بالصيف مسكينة عندها السكر ومرتاحتش قاع. قلت لها أمي حطي من إيدك داكشي وسيري للدار ترتاحي، أنا غنكمل عليك هادشي ونلحقك مع حنان. قالت ما يصلحش بنتي. قلت لها أمي واش ما كتيقيش فيا؟ وشافت في حنان وقالت واش حمقى، راكي تربيت إيديا. ولكن تلفت الحنان اللي ما مسوقه ليناش وجالسه كتنقي في ظفارها. قلت لها ما تخافيش كل شي على حسابي. وبصعوبة باش قنعت أمي تمشي للدار. ومن بعد رجعت للكوزينة نكمل شغلي، وحنان جالسة حدايا. ساليت وبدا الهراج في الفيلا، أكيد الضياف جا. كانت حنان قاع الوقت قدام عيني، ولكن فاش بداو كيدخلوا سربايا باش يهزوا الماكلة اللي صايبنا ما بقاتش بانت ليا. سنيت حتى خوات الكوزينة وما لقيتهاش، تخلعت وما عرفت ما ندير. خرجت من الكوزينة بحذر، كنعرف هذيك المقزقزة ما غتهنا حتى تفضحنا. قلبت الفيلا كاملة والو ما كاين ليهاش الاثار. بقى ليا غير الجردة فين كاينه الحفلة، وترددت قبل ما ندخل ليها، ولكن تشجعت في الاخر ودخلت. كان جو مغاير، الاضواء خافتة والبنات باللباس المزير والقصير، ما عرفت منين جاو هادو. ما عجبنيش الجو، خصوصا انهم كيشوفوا فيا بحال شي جرتومة. وهودت عيني لباسي، سروال كحال وعريض وعليه طابليه الكوزينة، وشعري جا معاه شفنجة مهملة. حاولت ما نبينش، وبديت كندور عيني وكنقلب على حنان حتى لقيتها حدا المسبح مجمعة مع واحد الدري المكلخة الأخرى، هو خدام كيتغزل بيها وهي كتفارنس. مشيت ليها بعصبية وجريتها من إيدها وهي تنطرات مني. قلت ليها من تحت أسناني زيدي قدامي، شنو كديري هنا؟ غوتات عليا وقالت بعدي مني، شكون انتي باش تدخلي فيا؟ حاولت نتهدن حيت شفت كل شي كيشوف فينا، وما بغيتش نخسروا الحفلة لمولاها. قلت ليها حنان يلا حسن من شوها، زيدي نمشي وفي حالنا. وهي تغوت بلا ما تبقاي تبوردي عليا، الشوها هي اللي انتي فيها، واش نسيتي باللي انتي هي بنت العاهرة وبنت الحرام؟ كاين شي شوها قد هكا. انا ما قدرتش نتحكم في اعصابي، ورخيت ايدي حتى رخيتها وعطيتها ليها الكمارة، خصوصا ان كل شي كيشوف فينا واكيد سمعونا. والامر بالدرجة الاولى فيه ماما، وما نسمحش لشي حد يجبدها بالسوء. انا ما عنديش مشكل يهينوني ويدلوني ويعايروني قاع عادي ولافت، ولكن ماما لا، واخا تكون دارت في حياتها اللي دارته خاصهم يحترموها ويذكروها بالخير.
واذكروا أمواتكم بالخير. حنان شدت حنكها، وهاد شي قبل ما تعلي في عينيها اللي خلعوني وخلوني كنترعد، كانوا حمرين وخارجين. شدتني بإيديها ولاحتني، جابتني في البيسين، والمصيبة ما كنعرفش نعوم. بقيت غا كنشرف في الماء ونغرق، وكنسمعها كتقول: الحقيرة، كيفاش جرأتي تضربيني؟ المسخة بنت المسخة. بقيت كنشرف في الماء حتى لواحد اللحظة صافي فقدت الإحساس براسي واستسلمت، وبديت كنسد عيني كنستسلم لواقعي، حتى تمدات شي إيد من اللور وجراتني، وبقوة الدوخة اللي كانت فيا حيت بقيت ما تحت الماء مدة ماشي قليلة، ما بقيتش كنسمع، وحتى من عينيا كنحلهم غاب الزز. كنت تقريبا مغمى عليا، وحسيت بشي حاجة سخونة تحطات على شنايفي، ومن بعدها بديت كنكح وكنرجع في الماء. ساليت هاد النوبة الكحة اللي شدتني، وعليت عيني نشوف شكون هذا اللي عتقني، وانا نتصدم فاش شفته. هو قدامي انس، كله فازك وكيقطر، هو اللي عتقني. شفت في حنان اللي عينيها مازال كيطاير منهم الشرار، ما غير فيها داك الشي اللي دارت ليا والو. وبلا ما نحس بديت كنبكي في الاول بوتيره منخفضه، ومن بعد زدت في الوتيره وبديت بالغوات. انا سمعته كيغوت عليهم وقال لهم: صافي تسالات الحفله، كل شي يمشي في حاله. ورجع لعندي وشدني من دراعي، وبدون سابق انذار تلاحيت عليه وعنقته كنبكي. كنت محتاجه لشي حضن حنين نتلاحى عليه، وهاد الشي لقيته في انس. لاول مره حسيت بالمعنى د حياتي الصراحه، دموعي كلهم هاد المره على راسي، بقى فيا راسي بزاف. لهاد الدرجة ما عندي زهر، والعائلة اللي كفلاتني هاد سنين كاملة حياتي ما كتسوى عندها والو، لدرجة أن حنان كانت غتقتلني وبرود. يا ربي شنو ندير، ما كان بغيش نقول أنا بوحدي في هاد الدنيا، حيت معايا الله، واللي متمسك بحبل الله عمره ما غيخيب. واستدركت على راسي بأشنو دايرة، راني معنقة راجل غريب ما كنعرفوش. وهانت أديت من أقرب الناس ليا اللي كنت كنظن إلى مضغوني ما يصرطوني، ساعة كنت غالطة وتنفضت منه وحاولت نوقف بالسيف باش قادة نشد التوازن ديالي، وبديت غادة باتجاه طريق الخروج. عاد انتبهت باللي كل شي مشى إلا هو اللي بقى، ورجعت بالذاكرة للور وتفكرت باللي هو اللي قال ليهم يمشيوا في حالاتهم. إذن هو ولد السي المرنيسي، درت بالزربة لعنده وهو كان واقف وكيشوف فيا. بغيت نسوله ولكن سكت، وكنت غادة نرجع في حالاتي، ولكن هو بحال ليلة أقرأ أفكاري، وهو يقول: زهرة واش بخير؟ شفت فيه وعينيا كيحملوا الجواب على سؤاله، ولكن ظهر لي ما فهمنيش. غمضت عيني وهو يهبط سيل من الدموع، مسحتهم بكمي وتفكرت باللي هو اعتقلي، وباش نحد هاد المحزلة اللي احنا فيها وما نزيدش نعد براسي كتر، خصوصا دقات قلبي اللي كل ما كنشوفه، خصوصا دقات قلبي اللي فين ما كنشوفه كيبقاو يضربوا بحال قلبي غيخرج من بلاصتو. دابا عاد فهمت شنو كيقصدو بالحب من النظرة الأولى، هاد الشي اللي كنحسو دابا أنا، ولكن الواقع المرير اللي كنعيش فيه ديما مفيقني، بحال ليلة داير ليا عداسة مكبرة باش نشوف الأمور واضحة، وما نحلمش بزاف وما نحلمش بزاف شي حاجة صعبة المنال. وبصعوبة خرجت هاد الكلمات اللي كل حرف منهم، وبصعوبة خرجت هاد الكلمات: اسمح لي يا سي المرنيسي على اللي وقع في حفلتك، وشكرا حيت اعتقتيني. ساليت كلامي وزربت في خطواتي باش نخرج من هاد الفيلا، هاد الفيلا اللي كانت كتحمقني من صغري، رائعة الجمال بالفعل رائعة، واحتمولها حمقني
واليوم خرجت منها وخليت قلبي فيها. وصلت للدار فين كانت كتسناني مفاجأة كان خاصني نتوقعها. كان ظلام الحال ومشيت للدار ودقيت في الباب المرة الأولى والثانية والثالثة ووالو. حتى طلعت السعدية وبشرتني بالخبر اللي نزل علي بحال الصاعقة. قالت باز باز الصفريطة، مازال عندك الوجه جيل داري من بعد التبهديلة اللي درتي لبنتي اليوم. أنا تفاجأت، قلت ليها لا خالتي والله ما درت شي حاجة، غدا تكون غا حنان اللي ما فهماتكش مزيان. نقضات حنان مورا ظهر ماماها، وهانت يا ماما سمعتيها رجعتني كدابة. قلت لا والله ما قصدت هكاك، خلينا ندخلو ندويو لداخل. وقفات السعدية وشدات الباب بإيديها وقالت فين داخلة بالسلامة؟ أنا اللي حمقى ومدخلة عندي بنت الحرام، اشنو بغيتي يخرج ليا منها؟ ما كتربطني بها حتى علاقة. قلت ليها لا مرات خالي. قالت سكتي اخوي لك العينين، شوفي ما يجيك مليح، غتهزي دابة وتدردبي من داري، ما عندي ما ندير بك. قلت ليها شنو؟ وبديت كنبكي، أحرام عليك فين غنمشي؟ عارفة ما عندي حد في هاد الدنيا من غيركم. قالت شغلك هذا، باش تربي باش تربي، وتعاودي تهزي إيديك على لالياتك الكلبة. وسدات الباب ديال الدار في وجهي، الدار الوحيدة اللي كنت على الأقل كنلقى فيها فين نبكي على حظي. سد بابها في وجهي ونهاريت قدام الباب بالبكا، كندق بإيدي في الباب وحاطة راسي عليها وبصوت كله حقرة وحزن، وأنا كنبكي كنقول حلو حلو حشومة عليكم، حلو الله ياخد فيكم الحق. بقيت هكا بوحدتي في الدرب بالسيف، شكون غيقبل يجي عندي وهما اصلا كيعتبروني جرتومه. وفي هاد اللحظه بالضبط تمنيت تبان امي قدامي، هي وداك الجبان اللي غلط معاها وجابوني لهاد الدنيا الغداره باش ندوق المرار. بغيت نغوت على ماما ونأنبها حقاش ولداتني باش من بعد تنتحر وتخليني، هاد الشي ماشي عدل. وبقيت كنبكي وبقيت في هاد الوضعية حتى حسيت بشي ايد تحطات عليا، درت بخوف ولكن سرعان ما تهدنت وتلاحيت على صدرها، وشكون من غيرها مرقية. وبقيت كنبكي في حضنها حتى عييت وجراتني دخلتني معها لدارها. وبقوة ما عييت انعست بلا ما نشعر، كنحل عيني ولقيت راسي ناعسة في حضن مرقية، هي كانت فايقة وكتدوز لي إيدها على راسي. حسيت بيا فقط وهي تقول بنتي كيف صبحت؟ قلت لها ماشي مزيانة يلا بديت غدا نبكي، وهي تقول بنتي ما تضربي الحساب الوالو، أنا غنمشي ندوي مع السعدية ويكون خير. قلت لها بالصح. قالت ها بنتي. وفطرنا أنا وأمي وهي خرجت تدوي مع مرات خالي. ما كرهتش نجلس مع أمي رقية، ولكن هي بزز باش خلاوها تبقى ساكنة في هاد الدار. الناس ديال هاد المنطقة فاش المرأة كيموت لها الراجل ما خاصهاش تزوج عليه. أمي رقية تزوجات تاني، وهذا اللي تزوجات ومات لها. ومن بعد تجمعوا الكبار د القبيلة والقاو باللي غدا تكون مثال كاع العيالات الاخرين، خصوصا البنات الصغار اللي كيترملوا وكيبقاو مدفونين في ديور رجالاتهم حتى كيغطيوهم بالتراب. هذا هو الواقع هنا، وهادو هما العادات والتقاليد هنايا، وعندهم اولويه على كل شيء. امي منبوده وبالسيف باش خلاوها ترونكيل، وإلا بقيت معها غيلقاوها سبة وغيبداو يضغطوا عليها عاوتاني. وبقيت جالسة على الجمر كنتسنى فمي حتى بانت ليا جاية، وملامح وجهها كيعطيو الخبر. ملي شفتها نهاريت، كنتسنى ولو غير أمل بسيط، ولكن لا حياة في ملامحها وبلا ما نحتاج نسولها
فهمت كل شي وطحت على وقفتي على السداري وغارقة في دموعي. مرقية قربت مني بخطوات ثابتة وعينيها مغرغرين، وحطت إيدها على راسي وقالت بصوت حنين: ما تديريش في بالك يا بنتي، غير خوي وأنا وياك هادو الفيلاج ونبعد. عليت عيني فيها وقلت لها: أمي ما تقوليش هكا، أنا عارفك، وخا هاد القبيلة أداتك بزاف وحرموك من بزاف دالحوايج انتي متعلقة بها بزاف. هنا تزاديتي وهنا كبرتي وعشتي، علاش غدا تخلي قلبك وحياتك هنا وتمشي تبعدي على قبلي؟ قالت: ولكن بنتي انتي اشنو غديري؟ قلت ليها: شوف يا امي، انا طول عمري وحيدة، ماشي غير دابا. شوف يا امي، انا عمري كامل وانا وحيدة، ماشي غير دابا. صافي، انا قررت ومسحت دموعي وقلت لها: انا غنخوي من هنا، مليت من هاد العيشة ومن هاد النظرة الدنيا ليا. واش الى هما غلطوا؟ انا اللي ندفع الثمن ديال غلطهم. المجتمع ما كيرحمش الانثى، وبالضبط في كاع الاحوال غيكونوا جميع الاصابع متجهين ليا، كيحسوني الناس هنا بحال الى كاع مشاكلهم بسببي. غنشوف الى غبرات زهرة واش غيتهناو. ساليت كلامي وبقيت كنبكي، ودرت ايدي على وجهي وبقيت كنبكي. مرقية بقات غا كتشوف ساكتة، يمكن لحقاش عارفة عندي الحق في كلامي او لا شفقة منها على حالي. ومن بعد ما تجاوزت النوبة ديال البكا، سمعت المرقية كتقول: بنتي انا ما غنوقف ليكش في طريقك، اللي عليا غدا ندعي معاك بالتيسير. الله ينور طريقك يا بنتي. امي انا قررت، كل شي خسرته وحتى حاجة ما خسرتها، وفي نفس الوقت ملي المجتمع كيشوفني غلطة على الأقل غندير علاش، على الأقل غدا ندير شي حاجة باش نستحق هاد النظرة ديالهم. ولكن كاين مشكل واحد. قالت: أشنو هو بنتي؟ قلت ليها: وراقي، شهادة البكالوريا ديالي، كل شي بقاو في الدار وخاصيني ضروري. قالت: ما تضر بهم لحتى حاجة، أنا غدا نتكلف بهم. قلت: له لا يخطيك عليا أمي. وهي تقول: يالله بنتي نوضي الدوشي، راه سخنت ليك الماء، أنا غدا نقضي شي غراض وغنرجع ليك. ما عارضتش، حيت بالفعل كنت بحاجة الحمام سخون، كنت كندوش وكنفرك بحال ليلى كنرمي عليا أي حاجة عندها علاقة بحياتي البائسة. دوشت وخرجت، لقيت أمي حاطة الطاجين وحداها صاشي فيه شي وراق، طرت عليهم كنقلبهم وكانوا وراقي كاملين. وانا نشوف في أمي باستغراب: زعما كيفاش درتي ليهم؟ قالت: راه مشيت جبت ليك حوايجك ومعاهم الوراق. ودورت وجهي للجهة الأخرى، كان ساك صغير وفيه حوايجي. الدموع بداو كينزلوا ليا من عيني، ولكن قويت راسي، قلت ليها: مزيان، هكا غنهي فصل حياتي المأساوية. أمي مسكينة حسات بيا باللي غا كنتظاهر بهاد القوة، أما أنا راني مدمرة داخليا. وقلت: أرا نشوفو هاد الطويجين من إيدياتك. قالت: بالصحة بنتي. وبديت كناكل وكان بنين، ولكن أنا اللي فقدت طعم الحياة والدنيا. كليت وجمعت ديك الروينة ورجعت كنجمع في حوايجي ونقادهم. صافي، قررت ما غنزيد حتى شي نهار، غدا ان شاء الله غدا نخوي هاد البلاصه. امي مسكينه غا كتشوف فيا والدموع في عينيها، ما كرهتش نديها معايا، ولكن انا براسي ما عارفاش الدنيا شنو مخبيه ليا، وهي مريضه ما بغيتش نكرفصها معايا. ودازت العشيه وتوضيت وصليت وتكيت حدا امي النعس، ولكن حلف النعاس لهجاني، ما عارفاش شنو مخبي ليا غدا وكيفاش غدا ندبر راسي بوحدي. يا ربي فرجها عليا. فكرت كون السعديه جات معايا ووقفت معايا، ولكن مستحيل غدا توقف مع بنتها اكيد.
وتمنيت حتى أنا كون كانت ماما حتى هي في الحياة، أو على الأقل يكون عندها غا كبر نلجأ ليه فاش تضيق بيا. وتفكرت البراوات، والحمد لله فجابتهم مرقية مع الوراق كي ونسوني بعدا. على ظهر عندي حتى لهاد الدرجة ما محدوداش يكون عند ماما غا كبر. الدنيا حرمتني حتى من هاد الحاجة اللي أي واحد كتكون عنده، ولكن ماما حرقت راسها في البراكة فين كانت ساكنة، البراكة اللي كنت ديما كنشوف فيها وهي كلها سواد، بحال انعكاس لحياتي. فكرت في أنس وقلبي بدا كيضرب ويعاود. الصراحة مجرد التفكير فيه كيزعزعني، ما بغياش نزيد نعذب راسي، وقمعت راسي واستسلمت للنوم. نت مع الفجار وتوضيت وصليت، يالله كنسلم لقيت أمي كتشوف فيا، بست ليها إيدها وراسها ومشيت كنقاد راسي. ساليت وهزيت حويجي القلال وخرجت أنا وأمي وخدينا تاكسي ومشينا لمحطة التاكسيات. وصلنا وعرفت باللي صافي هذا وقت الرحيل. درت لعند أمي بعينية مدمعين وعنقتها، وحتى هي بادلتني العناق الحار وحلات لي إيدي وحطات لي فيها رزيمة. تأملتها وبغيت نرفض ولكن ما بغاتش، قالت لي يا هادو فلوس باش تدبري أمورك هاد الأيام. ودعتها وركبت في التاكسي تحت توصياتها. واحد الحاجة اللي ما فهمتهاش هي آخر جمل اللي قالت، سيري يا بنتي للبلاصة اللي كتستاهلي، خودي حقك من الدنيا اللي تحرمتي منها هاد السنين كاملة وانتي ما عندك حتى ذنب. ما عييتش راسي بالتفكير وبقيت نتبع أمي بعينية حتى بعد التاكسي، وما بقاتش كتبان لي صافي. وحسيت باللي تقجيت، حسيت باللي بوحدي وسيطر عليا الخوف من المجهول. ما عرفتش اشنو كيتسناني في الرباط هاد المدينة الغريبة وجديدة عليا، ولكن انا راس ما طريق قدام عينيا وما غنتهنى حتى نفوتو كله ونحقق كاع داكشي اللي طامحة فيه. مدينة جديدة وناس جداد وإحساس غريب تملكني فاش يلا حطيت رجلي في مدينة الرباط وضربني هواها. كانت ديك الوقيتة جويه تسعود صباح، هزيت ساكي وبديت غادة. ما عارفة شنو غادة ندير ولا فين نمشي. أول حاجة فكرت فيها ناكل، كان فيا الجوع. أبقيت غادة حتى لمحت واحد المقهى عصرية وفي موقع استراتيجي كيطل على البحر وعائلية. دخلت وجلست وجات عندي سيرفورة محجبة لبلاستي، ارتاحيت ليها وابتسمت ليها وبدلتني الابتسامة. طلبت فطور متواضع وجابتو ليا وبديت كناكل وكندور في عيني متبع الناس. الصراحة هما اللي عايشين، الجو ديال البحر ريحني. بقيت كنشوف أرجاء المحل وانا نلمح واحد اللافتة، وبلا ما نشعر ترسمات على وجهي ابتسامة عريضة. نقصت لحد هذيك البنت قلت ليها عفاك أختي، تلفتت لي وقالت نعم لالا. قلت ليها قريت الإعلان اللي دايرين، واش مازال كتقلبوا على شي واحد يخدم؟ قالت آه علاش كتسولي؟ قلت ليها أنا أختي بغيت نخدم. قالت واخا يلا نديك عند الباترون. قلت واخا، ومشيت البنت تقولها الباترون ديالها، وانا بحالي تبنجت. ما كنتش متوقعة الدنيا غدا تفرح ليا وتبتسم ليا بهاد السرعه، زعما هاد الزهر كله عندي. جات ديك البنت بابتسامه وطلبت مني نتبعها وتبعتها. طلعنا في الدروج حتى وصلنا لواحد البيرو صغير، دقيت وحلت الباب. كان راجل كبير جالس تما، رحب بيا وارتاحيت شويه. دخلت وجلست وهو يقول لي الباترون، قالوا لي يا بنتي باغيه تخدمي هنا. قلت له اه سيدي ما كرهتش. قال عيطي لي يا بنتي الحاج كيف ما كيعيطوا لي الاخرين. قلت له اه واخا واخا سي الحاج. قال
ايوه ابنتي، البنت اللي خاصة انا الخدمة بغينا هالليل والويكاند، لحقاش كيكترو الكليان والاغلبية ديال السيرفورات الخدامين كيمشيو في حالاتهم. قلت الليل واش الليل كله؟ قال ابنتي ما يمشيش بالك بعيد، انا راه بغيت نقول لك اشنو كاين. احنا المقهى ديالنا محترم وكيكون عنده الرواج خصوصا في الليل، وهذا مكان وراه ما كنفوتوش الوحده، والا خدمتي معانا ما تخافيش كانت الله في الخدامه، لا من ناحيه الخلصه ولا حتى العطل. اسكت مده وبقيت كنفكر. صراحه الخدمه نزلت عليا بحال الامانه من عند ربي، مناسبه منها نيت نقرا في الصباح ونخدم في الليل. شجعت وجاوبت وقلت له صافي موافقة سيدي، إمتى غنبدا؟ قال من اليوم إلا بغيتي. قلت له صافي واخا الحاج. قال بنتي رجعي في العشية وغتلقايني موجد لك الكونترا. عادة كاع الخدامة كنديرو ليهم ستاج، ولكن انتي باينة ليا معقولة، داكشي علاش غنسنيها معاك مباشرة. قلت له واخا سيدي، وخرجت وأنا فرحانة. وها الخدمة دبرنا عليها، ولكن فين غنمشي؟ خاصني ندبر على شي بلاصة فين نسكن. بديت خارجة هزة ساكي وشافتني ديك السرباية وجات لعندي. قالت لي يا عندرا، قلت غدا نخدم معاكم إن شاء الله، وهي تقول مرحبا بك أنا عايشة. قلت لها متشرفين الزين وأنا زهرة، وهي تقول إلا احتاجيتيني في أي حاجة ما تحشميش طلبيها مني. اشكرتها وخرجت من القهوة، وبين لي تاكسي وشيرت لي وركبت وطلبت من الشيفور يديني لعند شي سمسار، ودخلت لعند واحد السمسار في صلة. قلت له السلام عليكم سيدي. قال وعليكم السلام لالا، اش حب الخاطر؟ قلت له اسيدي بغيت شي بيت للكرة ويكون رخيص. قال لي عندك الزهر، يلا طاح في ايدي واحد البيت في القريه الا تبغي تشوفيه. قلت له ما كرهتش، وحنا نمشي. خرجت انا والسمسار وركبنا في طوموبيلته وشدينا الطريق للقريه دسله. وصلنا وكان حي شعبي والناس باين عليهم البساطه. دخلنا للدار وباين فيها بزاف ديال السكان، وبالضبط في الدوزيام ايطاج، بيت وكوزينة وطواليت. الصراحة عجبني وفي المتناول، وحتى تمانو في المتناول. عيط السمسار المولاها وجا واتفقنا، ولكن واحد الحاجة اللي ما بغيتش، قال حتى الغدا عاد نقدر ندخل للدار حتى نديرو الكونترا، وعاد خصني نخلص لي 6 شهور تسبيق. شفت في الفلوس اللي عطاتني امي، يلا غيكفيوني نخلص الكرا ونشري شي حاجة للدار. معليش، واتفقت مع مول الدار باش نتلاقاو غدا ونديرو الكونترا، وخليت عنده ساكي باستثناء فين دايره الفلوس، راه هذاك رزقي كامل وعليهم معولة. خرجت كنستكشف المكان، زوين وعجبني، وحتى باش نوصل الخدمة غناخد غطرة. دوزت العشية وفاش وصلت وقيت الخدمة شديت الترام ووصلت الخدمة، وشافتني عايشة وطلعتني عند الحاج ولقيته في انتظار، وثنيت معاه الكونترا وشكرته وهبطت مع عايشة الفيستيار، وعطاتني اللبسة ديال الخدمة لعبارة على سروال كحل وقميجة باليدين في البيض وطابلية في الكحل. لبستها وشعري جمعتوش في النجا، وخرجت خديت الصينية وبقات عايشة كتوريني كيفاش نسربي. حتى تأقلمت وبديت في خدمتي. صراحة عجبني الجو والناس محتارين، وبقيت خدامة. ومن بعد عيشة مشات وجا فوجة جديد السربعية، وتعرفت على جوج البنات هيبة ونهيمة ضريفات، وواحد الدري سميتو عدنان. وبقينا خدامين حتى وصلت الوحدة، وهودنا حنا البنات الفيستيار نبدلو وكندردشو. قالت هيبة قولي لي يا زهرة فين ساكنة؟ قلت ليها في القرية دسلة، وهي تقول نهيلة بالصح حتى أنا تما مزيان بحران، بقاو نمشي وأنا وياك مهندسين.
قلت لها بالصح والله لا مزيان. وهي تقول هبة: أوف عييت، أغير غدا نمشي للدار وغنتلاحن نعس. قالت نهيلة: ونوضي رغا يكون عدنان كيتسناك يوصلك. قالت هبة: بالصح يلا تصبحوا على خير. وهي تقول لي نهيلة: يلا انتي نوضي نمشيو، راه مول الطاكسي اللي كندير معاه غيجي مورايا وغيكون وصال، نبقاو نتفاردو انا وياك ونخلصو. قلت ليها: علاه الترام ما كاينش؟ وهي تقول نهيلة: واش من نيتك راه كيحبس في الليل. قلت: اه ولكن انا مازال داري حتى الغدا. وهي تقول: وفين غتباتي؟ قلت: ما عارفاش. قالت: على هاد الحساب يلا هيتباتي معايا. قلت ليها: معاك؟ قالت: اه معايا، راه كاريا غابيت وساكنه بوحدي حتى انا ماشي من هنا. قلت ليها: الله يرحم ليك الوالدين اختي، ما نسالكش هاد الخير. وهي تقول: اويلي مالي شنو درت ليك،